وضمن فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم، فوتوبيا بتحتفي بخمسين سنة من التصوير الفوتوغرافي لأهم الأعمال السينمائية، وكمان تكريم المصور الفوتوغرافي الكبير محمد بكر، وده من خلال معرض 50 عاما من البورتري السينمائي، واللي بدأ يوم 25 فبراير ومكمل لحد يوم 10 مارس. بيضم المعرض أهم البورتريهات السينمائية اللي قام بكر بتصويرها على مدار 50 سنة، تم اختيارها من بين أكتر من 2000 عمل سينمائي قام بتصويرها من سنة 1956. وزي ما السينما هي ذاكرة الوطن وليها سحرها الخاص اللي بيستمر مع مرور السنين، ولكن الصور الفوتوغرافية اللي بترصد السحر ده كمان ليها تأثيرها اللي بيزداد مع مرور الزمن.